يا اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه انا ببتدي مع حضراتكم اخر فقرات حلقتنا النهارده وانا في حاله وجدانيه ونفسيه ما بتتكررش كتير. ما اخبيش عليكم انتم مش اغراب، حاسس بقدر مهول من الامان والسكينه والراحه النفسيه وانا متحوط بالحمام المحشي فريك وكباب وكفته وطرب، ممبار تلاقوا حضراتكم، جلاش موجود، محاشي مشكله موجود، طواجن على كل شكل ولون، سجق بلدي موجود، طاجن فريك، طاجن مسقعه، وفي طاجن بصل اللي هو بصل بيسموه القوارمة باللحمه، صح كده؟ وطاجن يعني برضو سالت عن ايه المحتوى لان شكله مش قادر احكي له يعني اقول لكم، والريحه مش قادر احكي لكم، فعرفت انه طاجن كمان ايه كبد وقوانص وحدوته كبيره قوي. الحقيقه كالعادة الأكل الشرقي دايما ليه خصوصية شديدة جدا، من المستحيل إن حضرتك تقاوم سحر وجاذبية ريحة الأكل الشرقي وهو بيطبخ مهما كنت ملتزم بالدايت اللي أنت ماشي عليه. وطبعا يعني يتقال بقى وقتها يا سلام سلم لما تكون المنظومة متكاملة، لما تلاقي المكان اللي تحلى فيه اللمة الحلوة والتجميعة الجميلة مع الناس اللي احنا بنحبهم، وكمان الشيف اللي يعني لا يخلو من الإبهار بحركاته وتكاته، كل ده موجود بحذافيره وبدون مبالغة في سرايا الشرق دي المشويات. مشرفني ومشرفنا يعني في برنامجنا النهاردة أو في حلقة النهاردة محمود ربيع، هو مدير عام مطعم سرايا الشرق، وكمان منورنا الشيف محمد النوبي. يا مساء الخيرات كلها، منورين الدنيا. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ إيه الحلاوة دي؟ وايه الكلام الجامد ده؟ دلوقتي ايه حكايه سرايا الشرق واللي حاصل في الفتره الاخيره والروائح الحلوه اللي بتنبعث دايما من سرايا الشرق، ايه الحدوته؟ والله احنا يعني مطعم لسه يعني فاتحين جديد دلوقتي وبنبتدي في داخلين السوق يعني بشكل جديد. جديد ده اللي هو بقى لكم قد ايه تقريبا؟ يعني ما كملناش حوالي 3 شهور كده، 4 شهور. حلو. يعني وقلنا يعني احنا عايزين نبقى حاجه مميزه في السوق لان السوق مليان مطاعم شرقي، بس احنا يعني عايزين الناس تبقى يعني تنزل من بيتها تقول انا رايحه سرايا الشرق، يعيش الاجواء اللي في المطعم كله والاجواء اللي احنا عاملينها بالديكور بالاكل الشرقي الجميل اللي على اصوله. عايزين نرجع الناس للاكل بتاع زمان خالص اللي هو الاكل القديم بتاع المصري. بس المهمه دي مش سهله لان انت بتتكلم في الاخر على مصر، ومصر فيها اباطره، ما هو احنا بقى واساطير في دنيا الاكل الشرقي، فلازم تختلف. فاخترتوا ان انتوا تختلفوا من خلال ايه؟ من خلال جوده الاكل والمرعى اللي احنا بنشتغل منه. أيوة. يعني مرعى يعني كله طبيعي 100% وحاجات بلدي كلها 100% وكلها حاجات احنا بنعملها عندنا في المطعم، ما بنجيبش اي حاجه من بره، يعني احنا عندنا بنعمل كل حاجه، كل مصنعات، كل حاجه احنا اللي بنصنعها بايدينا، ما فيش اي حاجه بنجيبها من بره. يعني اللحوم دي من مزارعكم انتوا؟ كل حاجه وكل حاجه احنا مشغلين من حاجاتنا احنا، يعني حتى ما بنجيبش اي حاجه من بره. عشان كده احنا بنراهن على كده ان احنا داخلين السوق بشكل كويس، ان احنا نعمل حاجه كويسه ترضي السوق المصري كله والسوق العربي اكيد. طب شيف نوبي، برضو انت كمان مهمتك مش سهله لان انت ليك منافسين ما لهمش اول من اخر طبعا، فبرضو بتتعامل ازاي؟ انا يضايقكم باي شكل من الاشكال لو انا نقت واحنا بنتكلم؟ بالعكس، لان انا هتصعد دلع هتفر من عينه لو انا قاعد كده يعني حتى ما يرضيش المشاهدين. لا تحت امرك. بتعمل ايه بقى يا شيف نوبي؟ تمام ماشي. اول حاجه زي ما مستر محمود كده اتشرف وقال ان احنا فعلا بنتعب جدا على حاجتنا. تمام. انا مثلا عندنا سمان، السمان ده انا بعتبره انه من ضمن الحاجات المميزه اللي انا بجيبه من اسكندريه. الحاجة كلها الحمد لله رب العالمين احنا اللي بنصنعها، عندي ميت عندنا اللحمة الضاني حضرتك هتدوقها دلوقتي، احنا بنجيب انت اللحوم اللي بتجوها من اسكندرية؟ لا السمان. السمان طبعا. الخرفان بقى بنجيب من سيدي براني. اوكي. من مطروح. الخرفان البرقي ودي ليه الحر. مواسم كمان بيفردوا فيها الشبك في المناطق دي. أيوة. طبعا. وبنجيب اصل اسكندراني فعشان كده عارف الكلمتين. الله يعزك. وبعدين تمام. والضاني بنجيبه من مطروح. ضاني مش مرعى عادي، ده مرعى جبلي. يعني هو بياكل من خير الطبيعه، فما فيش دهون عاليه. تمام. وكمان التيست بتاعه كويس جدا. تالت حاجه اللحوم الكندوز بتاعتنا، طبعا اي حد في المهنه عارف كويس قوي الفرق ما بين العجول السايبه والعجول المربوطه. احنا دايما بنبص على السايب اللي هو بيبقى بيتحرك حر عشان ما يبقاش مخزن نسبه دهون كتيره. تعرف يعني كتير من القاهريين بصفه خاصه بيتعاملوا مع اسكندريه على اعتبار ان هي معقل السي فود، بس بالزبط. مش كل الناس واخده بالها ان اللحوم في اسكندريه حاجه تانية خالص. ممتازه جدا. ممتازه جدا يعني هي خاصه اسكندريه، خاصه كمان السمان. السمان ده موضوع تاني عرفت بصراحه. ردود افعال الناس في الثلاث شهور اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ الناس مبسوطة جدا من الأداء بتاعنا في المكان، حتى الناس بتيجي دلوقتي عشان الجو نفسه اللي احنا عاملينه في المكان، يعني هو جو يعني أسري جميل بالديكور اللي احنا عاملينه. احنا عايزين الناس تخش تحس ان هي ايه، الأسرة كلها تيجي، بنرضي كل أذواق الأسرة فيها، ان احنا الأسرة كلها تيجي
يعني ما حد فيهم يبقى عايز يطلب حاجه من بره، كل حاجه متاحه عندنا، يعني راضيين جميع الاذواق وجميع الاعمار اللي موجوده في الاسره. واكتر الاكلات اللي فعلا بتاخد سكسي دايما عند الناس ايه؟ كل بقى الاكل الشرقي الطواجن. انا سمعت ان دي اسمها صينيه الوحوش، الكلام ده مظبوط؟ دي لا، دي صينيه الصحاب لعشاق الضاني. دي صينيه الصحاب لعشاق الضاني. يا سلام يا سلام على المسمى. امال صينيه الوحوش ما دخلتوش علينا؟ صينيه الوحوش دي بقى احنا عاملينها ان شاء الله، تبقى حاجه برضو من خلال حضرتك، دي احنا لسه بنعلن عنها اول مره، دي هنعملها عن طريق مسابقه جميله وهنشتغل عليها، ان احنا هنعمل مسابقه للصينيه دي للناس الوحوش اللي يجوا ياكلوا الصينيه دي في وقت معين، وتبقى يبقى ليهم مكافاه ومس... يعني انت عارف ان الكلام ده على السوشيال ميديا بيقلب الدنيا زي تحدي كده. انتوا مهتمين بتفصيلة السوشيال ميديا؟ طبعاً طبعاً, طبعا 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 احنا بنواكب الموضوع لازم. اوكي برضو ارجع واقول لك، يعني فكره ان انت تختلف من خلال اكل شرقي مهمه، صعبه قوي في مصر جدا. ف لغايه دلوقتي شايفين ان انتوا ماشيين في التراك المظبوط، ان انتوا فعلا قدرتوا تحققوا حته التميز والاختلاف من اول يوم افتتحتوا فيه الحمد لله سرايا الشرق. يعني الحمد لله احنا بنلعب على المذاق بتاعنا جدا، يعني احنا حتى يعني السلوجان بتاعنا سرايا الشرق المذاق الشرقي الاصيل. يا سيدي يعني احنا بنلعب على الجزء ده جدا، ان احنا اللي يجي يعني بيبقى مستمتع جدا بالاكل بتاعنا وبالاجواء بتاعتنا كلها، فهو ده اللي احنا بنلعب عليه جدا، ان احنا عايزين كل واحد يجي لنا يبقى مستمتع جدا بالاكل بتاعنا وبالتيست بتاعه، هيحس بالفرق بيننا وبين الـ يعني الناس المنافسين. طيب ليه سرايا الشرق؟ يعني ايه سر التسميه دي؟ هي جت مع ان احنا اولا انا صاحب الشركه عندنا هو مستر ماجد، ده حد اماراتي. فهو جاي عايز يعمل حاجه شرقي تخص الشرق الاوسط كله والوطن العربي كله، ويبقى فيها حاجه تبقى ان شاء الله تبقى في كل البلاد العربيه ان شاء الله. فهي دي اللي احنا بنسعى عليها، فخدنا الاسم من النمط العربي، فقلنا سرايا الشرق، ان هي تبقى حاجه تخش في مكان تحس ان انت قاعد في مكان زي السرايا. الاسم ده هيجبرك على حد ادنى مرتفع من الديكورات وال... ما احنا يعني عاملين كلمه سرايا لازم تكون متحققه بالفعل. احنا عاملين فعلا ديكور جميل جدا للشكل العام بتاع المطعم اصلا. أوكي. يعني حاجه جميله جدا، يعني تحفه اصلا، الناس بتيجي عندنا تقعد تتصور فيها وتبقى قاعده فيها بشكل جميل، فاحنا رابطين كل الموضوع مع بعض، يعني مع المذاق مع الشكل العام بتاع المكان، فاحنا رابطين كله مع بعض. على ذكر المذاق احب اقول لك الله يفتح عليك، الله ينور تسلم الايادي. انا واحنا بنتكلم نقنقت في وحده سجق، دخلت بعديها على المنبر ولسه جاي لكم في الكلام. الف انا شفا بسم الله ما شاء الله. الف انا شفا الظبطه ظبطه عظيمه. وغير كده كمان احنا بنبتدي نطور في الشرق، بنطور فيه مثلا ازاي؟ عاملين مثلا احنا عندنا هنا طرب محشي جواه مكسرات، ده اللي هو فين؟ دي حاجه اللي هو اللي بعشق، يبقى الكلام على بينه تمام. عشان يدعم الكلام يا شكل تمام. على الشوايه اللي هو فين؟ ايوه هو اللي هو دوت. هو ده؟ لا الشوايه الشوايه ايوه دوت. اقول لحضرتك كمان تاني، ممكن بس تدوق العيش اللي بالعسل الاسود بقى، ده عيش بلدي معجون بالعسل الاسود. العيش معمول بالعسل؟ بالعسل الاسود. لا يا راجل. اه والله قدام حضرتك ده الغامق ده شويه. عندنا نوعين او ثلاث انواع كمان عيش. اوكي. واحنا كمان برضو اللي بنخبز العيش بتاعنا، بنعمل كل حاجه عندنا، وعندنا قسم في الصبح للفطار، فبنعمل برضو احنا بنعمل فطير وبنعمل عسل وبنعمل قشطه وبنعمل والله مش مجرد بقى. عشان كده بقول لحضرتك احنا بنرضي كل الاذواق بنرضي كل الاذواق وكل الاوقات بتاعت اليوم، فاحنا عشان كده داخلين السوق بشكل ده، وحاطين برضو شويه حاجات غربي كده صغيره برضو عشان الاولاد الصغيره والشباب الصغيرين والكلام ده كله، مثلا زي الكوردون بلو، مثلا زي سندوتشات البرجر، شاورما كمان عندنا بكل احجامها، عندنا قسم المندي كمان برضو شغال، عندنا كمان قسم المندي عشان اخواتنا في الدول الخليجيه بيحبوا الحاجات المندي، عندي لحم مندي لحم وفراخ مندي، فعندنا كل الاذواق فيها موجوده الحمد لله. انما ايه العلم ان كان في كلام على ملوخيه شغاله ده عند المنع خير؟ لا لا شغاله ولا متاخرنا ولا اي حاجه تاريخيه دي. دلوقتي اكيد انتوا حاطين، يعني طالما بحكم ان الاونر اماراتي معنى كده من طبيعه الحال انتوا حاطين في دماغكم ان انتوا تفتحوا برضو فرع هناك في الامارات او في بطيئه الخليج، بس احنا محتاجين الاول نسمع في مصر ونبقى واقفين بقى في السوق بشكل كويس جدا، وان شاء الله تبقى هي دي خطواتنا اللي جايه، اكتر من فرع في مصر واكتر من فرع في الدول العربيه كلها ان شاء الله. انتوا لغايه دلوقتي في فرع واحد في مصر اللي هو فين بقى؟ في مصر الجديده في شارع مصر. عمر بن الخطاب في المازق. اوكي. طب وخطتكم في التوسع الفتره الجايه ان شاء الله جوه مصر؟ هننتشر الاول جوه مصر باذن الله، وهنطلع يعني قدامنا ان شاء الله يبقى في فرصه ان احنا نطلع في اكتر من فرع في مصر ان شاء الله، وبعد كده نبتدي نتوجه للدول الثانيه. جات لكم في الثلاث شهور اللي فاتت مثلا اي اجانب؟ ده على طول بيجي لنا الحمد لله. لا يا راجل. ده على طول بيجي لنا وبيبقوا مبسوطين جدا من الاكل بتاعنا، وهم طبعا بالنسبه لهم الاكل الشرقي ده حاجه
غريبة بالنسبة لهم، فلما بياكلوها بيبقى بيتبسطوا منها جدا. يعني ممكن مثلا يبقى في خواجة فرنساوي قاعد بياكل مثلا ده بيقول لنا كتير جدا، او كوارع او لا حاجات كتير جدا. انت عارف عشان حضرتك مصر الجديدة كمان فيها ناس من زمان الاجانب والكلام ده، على طول بيجوا لنا وبييجوا ياكلوا عندنا ما بيتخضوش من اكلنا، ده بيبقى مبسوطين جدا. خلي بالك ده في اجانب مش عارفين يستوعبوا فكره الحمام. بيبقوا مستغربين بتاكلوا حمام ازاي يعني، فاهم قصدي؟ لا احنا في ناس بتجي لنا كمان بتطلب حاجات وهي مسافره ان احنا نقفلها لها بشكل معين وكده عشان تاخدها معاها وهي مسافره. زي ايه يعني؟ بيجي لنا حاجات جنسيات ايه طلبت منكم ايه؟ جالنا حد من ايطاليا وحد من فرنسا كذا مره ان هم عايزين حاجه زي كده، وبياخدوا الاكل معاهم وهم ماشيين كمان. اي اكلات بياخدوا؟ بياخدوا بقى الحاجات المشاوي، بياخدوا المحاشي، وبياخدوا الممبار، الحاجات اللي هي الشرقيه بتاعتنا كلها. اوكي. ملوخيه كمان يعني مبهورين بيها بجد. الملوخيه بيسموها جرين سوب كده برضه، ايجيبشن جرين سوب الخضراء. وبرضه بتهتموا يعني في الفتره الاخيره وبالذات من خلال السوشيال ميديا، بقينا بنشوف ان في مطاعم كتير او حتى شيفات كتير كل واحد بيحب انه يختلف ويتميز بشويه تريكات كده، طريقه حط اللي مش عارف ايه، انت مش عشان ما اقولش اسماء يعني. ففكره ان المنافسه عدت بقى مرحله الاكل وجودته ودخلت فيه شويه حاجات تانية يتقال عليها اكسسوارات. ايوه بالظبط. بتفكروا في الحاجات دي ازاي؟ هو ده اللي احنا بنحاول دلوقتي نخش بيه في السوق برضو، ان احنا عايزين نبقى في نفس التراك بتاع السوق نفسه. يعني بتعملوا مثلا للملوخيه الشو المعتاد اللي بقى موجود بتاعنا مطعم. طبعا موجود عندنا، احنا بنعمله برضو شو الملوخيه نفسه، يعني الملوخيه على الهواء. وفي حاجات بقى كتير، الطواجن، الحاجات المشاوي بتطلع، الطواجن عندي بتطلع برضو بيبقى معموله بالعجين كده بشكل جميل. يعني عندي تنوع كتير قوي في الموضوع. يعني ستات البيوت بيقولوا لكم ايه؟ ستات البيوت اللي بيكونوا موجودين عندكم في المطعم، اكبر ردود الفعل من الستات اصلا، صعب ارضائهم. ما هي اكبر ردود الفعل عندنا، وست عارفه الحاجه بتتعمل ازاي. كويس. اكبر ردود الفعل عندنا من الستات الحمد لله. مدرسه قريب ان شاء الله. شيف نوبي بيتقال لك والله، بيتقال لي عايزين ناخد دورات. والله العظيم اقسم بالله. هو بالمناسبه ليه دايما من زمان يعني تلاقي اشطر وامهر الشيفات رجاله، اشطر وامهر الكوافيرات حتى الحريم رجاله؟ ايه السر ورا الحكايه دي؟ يعني احنا عشان الرجال عامه لما بيخش اي مجال بيحاول يمتهن ويبقى قوي فيه، لان هو ده بيبقى مصدر. طب كذلك الست، وما الستات سايبين حاجه وستات. لا برضه عشان هو بيبقى مصدر دخله بقى كده، مصدر معيشته، فبيحاول يتميز فيه عشان يوصل فيه لاعلى ليفل واعلى افضل درجه. في الاخر هنقول ايه راجل ادارجي؟ تعال بقى نسال الراجل بقى الصنايعي تحت امر حضرتك. يعني ايه ردك انت على السؤال ده؟ تمام. الرد مثلا انا ان المطبخ محتاج يعني شويه قوه بدنيه زيه مثلا زي الجزاره، مسكه السطور مثلا، تكسير العظم، الكلام ده كله برضه محتاج حد يكون ناشف شويه طبعا. يعني مش هتمسكها ست يعني. بدايتك مع الطبخ عموما جت ازاي؟ انا بدايتي مع الطبخ يعني انا من عيله اساسا طباخين. الموضوع متوارث. احنا من النوبه. الله، انا بحب الواحد يحب يناسب العيله دي. الله يعزك. والله العظيم عارف لو واحد زي حالتي ناسب العيله دي ربنا هينفخ في صورته وهكلبص وهبص وهديني تحت امرك. فانا عامه واخدها دراسه وهوايه وغير كده وكده يعني مش شغلي بس. كمان درستها؟ الحمد لله رب العالمين. والله اوكي. طب ليه ما اهتمتش يعني، ليه ما فكرتش مثلا ان انت، انا خلاص ده انا ابا عن جد وبعرف اطبخ من وانا في حضانه، فانا مش مستني كورسات. لا لا مستحيله، ده انا على فكره لسه داخل كورس كمان قريب في الهسب المتقدم تبع الجمعيه العامه للطلبه المصريين ان شاء الله يوم 7 الجاي ان شاء الله، لان ما فيش حد بيكتفي من العلم. أوكي. لازم طول الوقت عايش تتعلم. حضرتك ما فكرتش انت شخصيا تخوض مساله الطبخ ولا مكتفي بالاداره؟ لا انا يعني انا دخلت الموضوع، انا حبيت الموضوع نفسه، ان انا يعني دخلته ككوست كنترول اصلا في الاول. فيعني انا دخلت الموضوع من اساسه، من تركيبه المطعم، من تركيبه المطبخ نفسها، يعني ابتديتها خطوه خطوه ان احنا نبتدي مع بعض، ان احنا نبقى على درايه بكل حاجه. يعني الشيف محمد معايا، احنا بنكمل بعض كلنا. هو المرجع بتاعي للمزوق بصراحه، يعني بصراحه شاد. لا بس الحقيقه انتوا يعني عاملين شغل بسم الله ما شاء الله، واحنا عارفين ان المساله هنا كمان صعبه، مش بالاريحيه اللي انتوا بتتعاملوا بيها في مكانكم بقى. بس حاجه يعني عظمه على عظمه، تسلم الايادي، نورتونا. الله يعز حضرتك. وتعالوا بقى نختم حلقتنا الحلوه دي بالملوخيه ولا ايه؟ تمام. مش كده برضه؟ بس النور فيها مشكله عشان انا اتعشمت برضو يا شيف نوبي. خلي بالك تحت امر حضرتك، انا قاعد مستني اللحظه دي، بقول لك دي لحظات تاريخيه. ممكن حد يساعدنا بس ينفع؟ عموما انتوا نورتونا وبشكركم على وجودكم معانا جزيل الشكر، وان شاء الله المره الجايه الزياره الجايه تكون عندكم في المطعم باذن الله. واكيد بشكر مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، واشوفكم على خير باذن الله. الى اللقاء.